السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم كلها مزيانه. مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على الحصاله. بغيت ندير معكم واحد الفيديو على الحصاله ديالي. المهم بغيت نشوف شحال جمعت فيها. المهم دابا من شهر 8 وانا كنحصل فيها. المهم بغيت نكتشف معكم شنو شحال حصلت فيها. المهم انا غادي نفتحها دابا، غادي نفتحها ونعاود نرجع لعندكم. المهم ما غاديش ندكها هنايا على حساب الطفله، باش ما غاديش تبغي تسميتو. انا غنهبطها للارض. المهم البنات، المهم هادي حصالة ديالي، حصلت فيها هادشي. هادي اللي كيشطلي من المصروف. انتما البنات نتمنى على الله يكونوا ما مصدين. شوفي هاد الحصالة كاملة مصدية من الداخل. المهم البنات شوفوا، المهم كاملة مصدية، نتمنى على الله يكون. المهم البنات شوفوا كي دايرة من الداخل، بنات كاملة مصدية. المهم البنات هذه هي البركه اللي حصلت كما كتشوفوا. دابا غنحسبوهم. المهم البنات ما كنصحكمش انكم تهزوا الكريدي من الحانوت. الصراحه ملي كتكوني تديري الكريديات ما كتعرفيش هذاك مول الحانوت شنو كيقيد عليك. يعني ملي كتمشي تشري راسك اللي خصاتك تمشي تشريها، يعني كتكوني عارفه راسك شنو شحال الاثمنه ديال المنتوجات اللي كتشري. اما ملي كتكوني دايره الكريدي ما كتكونيش عارفه الاثمنه، هو كيقيد داكشي اللي بغا. انا نعاود لكم واحد القصه وقعت لي انا شخصيا. كنت كنهز الكريدي من الحانوت ويعني وصلت لواحد المبلغ صافي وبديت كنخلصو. صافي ما بقيتش كنهز من عنده، صافي وبقيت كنخلصو. من بعد مشيت سافرت واحد الشهر البلاد ديالنا. ملي رجعت كنكتشف بان رجعت لعندو. قلت له شحال كتسالني؟ قال لي راه رجع هذاك المبلغ اللي كنت كان قال لي في الاول رجع هو وانا ما كايناش. عرفتي تصدمت، بقيت كنهضرت معاه قلت له ها ما كاين. في الاخر قال لي واقيلا عطيتيني شي مرات 500 درهم ومهم نقص لي 500 درهم. يعني راه عارف راسو شنو كيدير. المهم نصيحه ان صافي فقدت تقضاو من الخزين، خزينات كيكونوا ناقصين في الثمن وكتعرفي راسك شنو. المهم تتعرفي راسك شنو كتشري. الا شطلك شي حاجه كتمشي تقضاي، كتعرفي راسك شحال الاثمنه، شحال تزاد شحال ما تزادش. المهم هادشي هذا اللي وليت انا كندير واللي شط لي انا كنديرها في هاد السنيدقه هذه. المهم كما كتشوفوا البنات، المهم كنحاول البنات انني من نخشيش الفلوس، ما يكونوا فاسقين باش ما يتصديوش. حيت فايت لي وقع لي واحد المره كنت كندير فلوس كي كتكون جايبها من السوق، يعني قايسينهم مالين الحوت مالين شي حاجه هكذا مفزقه كما كتشوفوا. يعني كنحاول ندير فلوس اللي كيكونوا ما فاسقين ما والو باش ما كيصديوش. حيت ما عارفاش الوقت اللي غادي تفتحي هذه السنيدقه هذه. المهم كما كتشوفوا انا غادي معكم هذا الشقاشق. المهم داكشي اللي شاط ليا البنات كنديرو هنايا، وكنحاول انني نشيط بالزمن باش غادي
فاش غادي ندير فهاد السنيديقه، ماشي زعما اللي شاطلي على خاطري، كنحاول انا انني نشيط، لان راه كاين بعض المرات كتوقفي على شي حاجه ما كتجبريهاش، راه الفلوس كيحضروا ويغيبوا. المهم غنحاول ندير 5 دراهم 5 دراهم باش يجي الحساب ساهل، نحاول باش نسربي باش ما يجيش الفيديو طويل. سبحان الله العظيم ما كاينه حتى 10 دراهم هنايا، هنا 5 دراهمات. المهم البنات زعما الصراحه اللي ما كيعرفش يحصل الفلوس هكذا، ما كيبغوش الفلوس يتجمعوا ليه، كيدير هاد السنيديقه هادي والله العظيم الا حصل، زعما كتعلمك انك توفري شي حاجه بحال هكذا تكون ديالتك، يعني ماشي انت غتبقاي تمشي للسواق وتمشي تسخري وهذا في الاخر ديال الشهر ما يشيط لك حتى درهم، يعني كتكوني حصلتي على شي حاجه بعدا الشطاره ديالك. هناك راكم عارفين كنحتاجو يعني كتخسريهم ملي تغا في الدار، كتحتاجي شي حاجه للكوزينه، كتحتاجي شي حاجه للدار، الا ما حصلتيش يعني راه ما عندك منين غادي تشري لك، وبالعكس الا كنتي في الدار ما كتخدمي ما والو، راه ما عندك منين غادي تجيبي باش غتشري والو، راه كينفعوك تشري حب معينات للدار، تشري اي حاجه خصاتك غديريها. وهادشي هذا علاش كنجمع انا، يعني ماشي كنجمعهم الا خصتني شي حاجه في الدار، كعارفين العيالات كيعجبوهم المواعن، يعجبوهم شي حويجات جدادين نزيدوهم في الدار، شري شي حاجه لراسك الا عجبتك شي حاجه عاود. المهم البنات هادو الخمسينات، هادو 50 فرانكات، وهادي 2 دراهم و50. المهم البنات دابا غادي نحسبو، هانتوما كيما كتشوفو تبارك الله، صراحة ما كنتش كنسحب لي كاع هادشي هذا جمعتو والله العظيم، هانتي 200 درهم 400 درهم 500 درهم 600 درهم 700 درهم 800 درهم 900 درهم 1000 درهم 1100 درهم هنايا 1100 درهم 50 درهم 100 درهم 150 200 درهم، يعني 250 درهم 250 درهم على يعني هي 1350 1350 درهم، هادو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هادي 100 درهم، يعني شحال؟ 1450 درهم 1450 درهم، هادو 5 دراهمات 5 10 15 20 25، هذه 30 درهم 30 درهم 40 درهم 40 درهم 5 دراهم 30 35 هذه 30 درهم 35 درهم 40 درهم 45 درهم 50 درهم 50 درهم 50 درهم 10 دراهم 15 دراهم 20 درهم 25 درهم 30 درهم 35 40 45
ها 50 درهم، ها 100 درهم، وهادو شحال؟ ها 10 5 دراهم، 10 دراهم، لا هادو 10، هادو 2 دراهم، شحال؟ هادي 10 دراهم، يعني 20 درهم هنايا، 20 درهم، وهادي 5 دراهم، 25 درهم، وجوج دراهم وخمسين، هي شحال قلنا هنايا؟ 1450، و 50 درهم، هادي 1500 درهم، 1500 درهم، 1550، 1550، وهادي شحال؟ 25 درهم هادي، 25 درهم، 1525 درهم، و جوج دراهم وخمسين. يغار تلفت تلفت البنات والله الا تلفت. المهم هنايا كاينه 1450، وهنايا 1500 درهم، 1500 درهم، وهادو 1550، 1525 ودرهم وخمسين، جوج دراهم وخمسين. المهم البنات هانتي الحمد لله والله العظيم الى فرحانه. المهم قدرت نجمع هذا القدر هذا في مده ديال 5 شهور، من شهر 8، من شهر 8 ديال الصيف وانا كنجمع هذا الشيء هذا. ودابا ديك ممكن باقي زعما الصراحه باقي غنجمع، ولكن هذه السنيديقه هذه صغيره كما كتشوفوا، صغيره عمرات ما بقاتش كتهز لي داكشي باش فتحتها. ودابا ان شاء الله غندير وحده كبيره من هذه وغادي نبقى نجمع فيها وغنساها، غنساها. شتي الا ما نسيتوش، الا ما درتوش هاد الحصاله هادي ونسيتوها، يعني راه غادي تفتحيها غتفتحيها، حيت كتجي شي حزه، شي حزه بحال هكذا اللي كتحتاجي، ولكن ميكي عليها نسايها، يعني حتى تكون شي، انا كون ماشي عمرات وما بقاتش كتهز لي ما غنفتحهاش. دابا تنفتحها حتى الصيف، عاد غنفتحها اللي كنحتاجو كنسافرو، كنبغيو نخرجو، كنبغيو نشريو حاجات، نبغيو تيبانو الحوايج زوينين وهذا. ايوا المهم البنات انا تشاركت معكم الصنيديقه ديالي، ونتمنى الله ان شاء الله غندير وحده كبيره ان شاء الله وغنتشاركها معكم ان شاء الله الى بقى العمر. ايوا المهم البنات بالسلامه عليكم، نتمنى ان شاء الله ديروا بحالي وتحصلوا واخا غير شويه. المهم انا فرحانه. ايوا المهم البنات بالسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.